المهم تم ويبقى الأهم، ده عنوان حلقة النهاردة من السادسة. بداية طبعا تحياتي ليكم، أهلا وسهلا بكل الأهلاوية والعين على الجمعة اللي جاية، الأهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. لأول مرة في تاريخ البطولة نهائي تستضيفه المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض. العيون كلها والأنظار مش في مصر بس، يمكن أقول في الوطن العربي كله الحقيقة، تتجه للرياض لمتابعة نهائي تاريخي بيقام لأول مرة خارج مصر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. مرحلة ما بعد التوقف كانت في منتهى الأهمية. ممكن أتفق معاك أنه العرض امبارح ما كانش يعني على المستوى الأعلى، وده يمكن أسباب كتيرة جدا، لكن لما تيجي تقيم المرحلة، مرحلة ما بعد التوقف، الأهلي خاض خلالها أربع مباريات ما تعرضش فيهم لولا خسارة، منهم ماتشين طبعا خارج الأرض، مباراة شباب لوزداد ومباراة ميدياما الغاني في الجزائر وفي غانا على التوالي، وبعد كده مباراة في الدوري أمام البلدية قدم فيها الأهلي عرض أكتر من رائع، ثم مباراة امبارح أمام يانج أفريكانز الفريق العنيد. خدوا بالكم الفريق ده الحقيقة مش بالفريق السهل على الإطلاق، وإذا كان يمكن الوجه الأبرز للكرة التنزانية في السنوات الأخيرة في أفريقيا كان سيمبا، وبالفعل فريق محترم يعني، لكن في تنزانيا القول الفصل دايما ليانج افريكانز، يعني يانج افريكانز في على المستوى المحلي في تنزانيا في السنوات الاخيره على الاقل، وخليني اكون محدد اكتر، في الثلاث مواسم الاخيره هو المسيطر على الكره التنزانيه، وبالتالي فريق مش بالسهل ولا بالهين على الاطلاق. وخد بالك ان في اعتبارات كثيره جدا اعتقد انها كانت في دماغ مارسيل كولر امبارح، وكمان بشكل لا ارادي كده في دماغ اللاعبين. نمره واحد طبعا هو فكره انك بتلعب على صدرت المجموعة بأقل مجهود، والأهم من المجهود بأقل عدد من الخسائر، وده حصل في مباراة امبارح. نتيجة يمكن ما تعكس المستوى أو تطور الأداء اللي شفناه مثلا يعني، والكيرف التصاعدي بداية من شباب لوزداد مرورا بميدياما وصولا لبلدية المحلة، لكن في نفس الوقت خد بالك إنه الاهتمام كله بشكل لا إرادي منصب على مباراة الجمعة اللي جاية، وهي مباراة الزمالك، فبالتالي يهمك الماتش ده تكسبه، واحد بأقل مجهود، اثنين بدون اي اصابات لا قدر الله لاي لاعب او اي لاعب يعني حد من السكواد من العناصر الاساسيه. وامبارح مستر كولر لو تبص على التشكيله الاساسيه اللي بدات المباراه كان واضح انه ما غامرش او ما خاطرش بشكل كبير بلاعيبه ممكن يبقى محتاجها في مباراه الزمالك، لكن كل اللي ظهر امبارح الحقيقه ظهر بشكل مطمئن، وخصوصا اللي ما شاركوش قبل كده بشكل اساسي. يعني المباراة اللي قبلها على طول قدام البلدية معلول ما لعبش أساسي، صحيح نزل كبديل لكن ما خدش وقت كبير في المباراة. امبارح معلول قدم جيم ولا أروع، ومن وجهة نظري هو كان نجم المباراة. على كل الأحوال الحسابات تبدأ من النهاردة، والتدريب والاستعداد كمان يبدأ من النهاردة. النهاردة كان في تمرين صباحي للفريق، طبعا العناصر اللي لعبت امبارح كان تدريبات استشفائية مش تمرينة كاملة، لكن الأهم من ده زي ما حضراتكم شايفين كده، لكن طبعا بقية العناصر اللي ما شاركتش في المباراة كانت تمرينة كاملة. الشناوي رجع، صحيح لسه ما شاركش في التمرينات، يعني البرنامج اللي محطوط له بيكتفي بالجري حوالين الملعب، لكن موجود وجود الشناوي في التمرينة بصرف النظر عن هيتمرن ولا لا مهم جدا وانت رايح على الصعب، والصعب يبدأ من اللي جاي. اللي جاي كله صعب، سواء على مستوى نهائي الكاس، سواء على مستوى دوري الأبطال اللي دخلت فيه في ليفل الوحش، انت بتتكلم على 8 فرق هيبانوا النهارده بشكل كبير، او هيكتمل عقد الفرق المتاهله النهارده بشكل كبير. خلاص عندك مجموعتين اتحسموا بشكل نهائي، اول وتاني، اهلي يانج افريكانز في المجموعه الرابعه، مازيمبي او سان داونز مازيمبي في المجموعه الثانيه. كده سان داونز مش في طريق المواجهه على الاقل في دور الثمانيه، عشان الناس اللي كانت بتقول لك، في ناس كانت بتقول كده يعني انه الاهلي يخسر المباراه عشان يتجنب مواجهه سان داونز، ما اعتقدش ان ده منطق الاهلي، ولا الاهلي عمره فكر بكده، ولا الاهلي بيدي حساب لفريق اكتر من فريق تاني. كل اللي تاهلوا لغايه اللحظه اللي بكلمكم فيها فرق كبيره. اذا كنت بتتكلم على مازيمبي، يمكن مازيمبي على مستوى الشخصيه، شخصيه البطل، وعلى مستوى الخبره والتجربه اقوى من سان داونز. صحيح هو اتاهل تاني مجموعه، لكن في النهايه فريق لازم تحط له مليون اعتبار، وكل التواني في كل المجموعات الحقيقه فرق عندها شخصيه البطوله. بتكلم على 8 فرق، سيبك مين اول مين تاني، اتحسن ده في المجموعه الاولى، اتحسن ده في المجموعه الرابعه، سان داونز مازيمبي اهلي يانج افريكانز. بالنسبه للمجموعتين التانيين الصداره بيترو اتلتيكو واسك ميموزا، فبالتالي الاربع فرق دول مش هيتواجهوا في دور الثمانيه. الكلام على سان داونز، بيترو اتلتيكو، اسك ميموزا والاهلي.
الاهلي هيقابل مين؟ الاهلي هيقابل اما مازيمبي الكونغولي، واما في ظني انا انه الترجي وسيمبا هما الاقرب. هيتحسم ده امتى؟ هيتحسم ده النهارده الساعه 9 بالليل بشكل نهائي، واعتقد في مباراه الساعه 6. لكن في جميع الاحوال لما تبص للثمان فرق الاقرب للتاهل، بتتكلم على فرق كلها الحقيقه على مستوى الثلاث او اربع مواسم الاخيره، فرق لازم تحط لها تعظيم سلام، يعني فرق كلها ليها كل الاحترام. سيمبا انت واجهته في الدوري الافريقي وعارف ان مستواه كويس جدا وتطور جدا افريقيا وخد خبرات كبيره جدا في البطولات الافريقيه في السنوات الاخيره. الترجي مش محتاجين نتكلم كتير جدا على الترجي، حتى وان غاب، حتى وان غاب. افكرك ان الموسم اللي فات الاهلي كسب الترجي رايح جاي، لكن حتى وان غاب الترجي فدايما مواجهه الترجي التونسي مواجهه صعبه وديربي من ديربيات افريقيا. ومازيمبي هو الحقيقه يعني بتكلم على تاني مع الزمالك المصري، هم تاني اكتر انديه الافريقيه حصولا على لقب بطوله دوري الابطال، فشخصيه البطل حاضره وموجوده، ومواجهته بالذات على ملعبه من اصعب الماتشات اللي ممكن، يمكن مواجهه مازيمبي على ملعبه من وجهه نظري انا يعني اصعب من مواجهه سان داونز في بريتوريا. فبالتالي جميع الفرق اللي تاهلت فرق عندها حظوظها وعندها قدرتها على المنافسه على اللقب. عشان كده بقول حتى ما بعد مباراه الزمالك، رغم ان هيبقى في فتره توقف دولي وهيبقى في تاجيلات كتير هنتكلم عليها النهارده، تاجيلات تاني، لكن في النهايه حتى بعد مواجهه الزمالك في نهائي الكاس هيبقى عندك بعد كده الادوار الاقصائيه في بطوله دوري الابطال. بص على المرحله وشوف مكاسبها، اربع ماتشات رغم انه في فتره توقف طويله، رغم انه في قائمه غيابات مؤثره جدا 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 على اي فريق، لكن على الاقل نجح مارسيل كولر في انه يوصل لبر الامان، يحافظ على صداره المجموعه، يعدي عليه. النهارده بنتكلم على 16 مباراه، وده مرتبط جدا 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 بخبرات مارسيل كولر الافريقيه. الراجل ده مش واخد حقه في التقييم بشكل موضوعي، انا مش بتكلم عشان هو المدير الفني للنادي الاهلي، لكن الراجل ده عامل شغل بالنسبه لاسم ما اشتغلش قبل كده في افريقيا لا منتخبات ولا انديه، مع الاهلي على مدار الموسمين اكتر من رائع. سيبك من قصه بس احراز اللقب، لكن كمان في التفاصيل لما تشوف انه الاهلي بقى له 16 مباراه بيلعب 8 بره الارض و8 على ارضه ما خسرش فيهم ولا ماتش، ده شيء بالتاكيد يحسب لمارسيل كولر. لما تشوف الاهلي بيلعب 8 ماتشات خارج الارض مع فرق كبيره، وفي فرق صغيره طبعا، لكن لما يلعب 8 مرات او 8 مباريات خارج الارض يحقق فيهم الفوز في اربعه بنسبه 50% ويتعادل في اربعه تانيين، منهم فوز على الترجي خارج الارض، منهم تعادل مع الوداد، تعادل مع الرجاء، يعني مش بكلمك على ماتشات كلها سهله، لا دول 8 ماتشات صعبين، منهم ادوار اقصائيه، منهم مباراه نهائي دوري ابطال وقبل نهائي دوري ابطال، ويحقق الفوز في اربعه ويتعادل في اربعه، فده بالتاكيد شيء يحسب لمارسيل كولر. اخبارنا ايه النهارده وهنتكلم على ايه مع النجم الكبير كابتن كبير ماهر همام، هيشرفنا في السادسه على مكاسب المرحلة اللي تقدر تبني عليها وتشوف من خلالها سيناريو مباراة الزمالك ومدى جاهزية الأهلي لمواجهة الزمالك، اللي أعتقد أنه دعم صفوفه بشكل، يعني النتائج يمكن ما عكستش ده، لكن أنا بشوف أنه الدوافع والحوافز اللي موجودة عند الزمالك في مباراة الجمعة اللي جاية هتصعب كتير جدا من المباراة. هنحاول ندردش مع كابتن ماهر كده ونشوف رؤيته للأهلي في الفترة الأخيرة إجمالا، ماتش امبارح واهم المكاسب اللي اتحققت منه، ونظرته ورؤيته للاهلي في مواجهه الزمالك في نهائي كاس مصر. خلونا نبدا حلقتنا وندخل في التفاصيل لكن بعد الفاصل. ايه قصه اخبار الاهلي وكمان اخبار المنتخب وحكايه الكارت الازرق مع الفيفا؟ تعالوا نتعرف على التفاصيل في الاهلي نيوز روم. طب نبدا بالاهلي وده الاهم الحقيقه، يمكن يعني زي ما قلت لكم بعد ماتش امبارح وقفل ملف دوري الابطال وضمان صداره المجموعه والفوز على يانج افريكانز باقل مجهود، يعني خلينا نقول ماتش امبارح اتلعب باقل مجهود، كان مطلوب فيه الاطمئنان على بعض اللعيبه، اتاحت الفرصه للعيبه انها تجيب مستواها، شفنا مثلا كوكا امبارح بيشارك في المباراه، وما تطلبوش من اللعيبه في الوقت ده انها تديكوا 100%، يعني انا مش عايز بس نبقى لا ناسيين ولا يعني حكمنا في قسوه على اللعيبه. خدوا بالكم انه في فتره توقف طويله جدا، في لعيبه مرهقه ممكن في وقت من الاوقات، في لعيبه تانية راجعه من الاصابه، محدش ينكر انه رضا سليم
كان ورقه مهمه جدا جدا راهن عليها جمهور الاهلي الموسم ده، راجع من الاصابه واعتقد انه قدم مردود كويس، ويتهيألي انه مارسيل كولر ممكن يراهن عليه بشكل كبير في ماتش الجمعه اللي جايه. كوكا راجع برضو من اصابه وراجع من ظروف وحاله نفسيه ومعنويه سيئه، فبالتالي ما تنتظرش من كوكا يقدم لك الشكل اللي ظهر بيه في ماتش الاتحاد مثلا في كاس العالم. شوبير الحقيقه واحد من مكاسب المرحله اجمالا، ناس كتير كانت حاطه ايديها على قلبها بعد اصابه الشناوي، وده طبيعي لما تفقد حارس مرمى، مش بس حارس مرمى، لما تفقد قائد للفريق، لانه الشناوي دوره يتخطى بكتير فكره حراسه مرمى النادي الاهلي، لكنه قائد للفريق، والحقيقه قائد من القاده المؤثرين، يعني كل فريق وليه كابتن، وفي كباتن كتير جدا جم لبسوا شرط الكابتن في النادي الاهلي وغير النادي الاهلي، لكن الدور الشخصيه التاثير لا، الشناوي واحد من اهم اللعيبه في سكواد الاهلي على مستوى القياده، سواء موجود بيلعب او حتى لو ما بيلعبش. فبالتالي بعد غياب الشناوي، وده مش بس على مستوى النادي الاهلي، كمان على مستوى منتخب مصر، بعد غياب الشناوي الحقيقه ناس كتير جدا كانت قلقانه من 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 قصه حراسه المرمى في النادي الاهلي. شوبير قدم اوراق اعتماده، وقدم اوراق اعتماده، لكن انه يكون حارس اساسي وانه يشيل المشوار في مراحل صعبه وانه يشارك على المستوى بطوله افريقيا مع نقص الخبرات، عمل مباراه حلوه قدام الوداد، طبعا عمل مباراه حلوه قدام الوداد، لكن يشيل افريقيا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي كانت علامه استفهام رد عليها شوبير في الملعب. شوبير الحقيقه واحد من نجوم الاهلي اللي مستواه ثابت في الاربع ماتشات اللي لعبهم مع الاهلي لغايه دلوقتي، ووصلني انا شخصيا لمرحله انه يطمنك في مراكز في الملعب كده، اول ما بتعرف التشكيل بتبقى مطمن لمركز هنا المركز هنا المركز هنا، لما بتسمع اسم شوبير النهارده في حراسه المرمى مش يا سيدي بلاش يطمنك، ما بتبقاش شايل هم حراسه المرمى. فالحقيقه شوبير ومن وراه، على فكره انا عايز اطمنكم جدا على عشان يعني عشان المستقبل كمان، مستقبل حراسه المرمى في النادي الاهلي بخير جدا جدا جدا، وانا بقول لكم اللي جاي ورا شوبير حمزه علاء او مصطفى مخلوف او زنفولي، انا بشوف ان زنفولي حقيقه كمان لو خد مع النادي الاهلي وافتكروا كده بدايات الشناوي، انا اشوف برده ممكن يكون مشروع حارس مرمى كبير جدا. اما الاوراق اللي رجعت من الاصابات كتير، يعني اكرم توفيق كان بعيد ورجع، كوكا كان بعيد ورجع، رضا سليم كان بعيد ورجع، انا بكلمكم على مكاسب المرحله مش بتكلم على الماتش امبارح. فبالتالي سكواد الاهلي النهارده وسام ابو علي شارك وتالق وسجل هدف وسجل الثاني، وباذن الله ان شاء الله يكون واحد من الاوراق المهمه جدا مع الاهلي، مش بس في ماتش الزمالك، في السيزون كله. مودست يوم عن يوم بيجي، فبالتالي النهارده في اريحيه كبيره من ناحيه السكواد بالنسبه لمارسيل كولر. امبارح بعد المباراه مستر كولر قرر النهارده يكون في تمرين، كان تمرين صباحي زي ما حضراتكم شايفين. اللعيبه اللي شاركت او اللي لعبت في ماتش امبارح كان الاكتفاء بتدريبات استشفائيه، بقيه المجموعه اتمرنت تمرينه كامله. وفي اجتماعات طبعا يعني بين مارسيل كولر والجهاز الفني، بدا التحضير بقى دراسه الزمالك اللي شكله اختلف نوعا ما طبعا بعد الميركاتو الشتوي، ازماته جزء كبير منها اتحل، ظروفه مختلفه عما هو سابق. طبعا ماتشات الزمالك مش محتاجين نقول ان ملهاش لا مقدمات ولا توقعات، يعني الاهلي في افضل حالاته خسر قدام الزمالك، والاهلي في اسوا حالاته كسب كتير جدا 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 الزمالك، فمعطيات المباراه دي بتبقى دايما بره الحسابات والتقييم، يعني ممكن ده يحصل في اي مباراه تانية الا ديربي اهلي زمالك بيبقى دايما خارج الحسابات والتوقعات، لكن اللي مفيش شك فيه انه الدوافع عند الفرقتين كبيره جدا جدا جدا، وان اختلفت وان اختلفت. نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون لقاء يليق بالكره المصريه، وباذن الله طبعا يكون فيه المكسب للنادي الاهلي. طيب الرحله بتاعت الاهلي الرياض ان شاء الله هتكون امتى؟ هتكون يوم الاربعاء، اخر تمرينه لينا هتكون يوم الثلاث، وبالفعل الجهاز الاداري في النادي الاهلي بدا انه ينهي الاجراءات الخاصه بسفر بعثه فريق كره القدم للسعوديه، اللي ان شاء الله باذن الله هتبدا يوم الاربعاء اللي جاي. رحله الاهلي للرياض هتكون يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، استعدادا لمواجهه الزمالك في نهائي كاس مصر. من هنا للاربع مع التدريبات طبعا مستر كولر مع الجهاز المعاون ليه بيحاولوا ان هم يحطوا السيناريو الامثل، دراسه الزمالك في مباراته الاخيره، خصوصا مع انه في قياده فنيه طبعا جوميز المدير الفني الجديد للزمالك، فبالتالي
المواجهه على مستوى الاداره الفنيه هي الاولى من نوعها. كولر اعتقد انه ذاكر الزمالك كويس جدا ومعظم اللعيبه بالنسبه له كتاب مفتوح، لكن الطريقه او الاسلوب اللي هيفكر فيه المدير الفني الجديد لنادي الزمالك في مواجهه الاهلي هو ده اللي يمكن شويه هيكون محل دراسه و يعني تركيز من مستر كولر في الايام اللي جايه. طيب هقفل معاكم ماتش الزمالك وهرجع له مع كابتن ماهر مره ثانيه، لكن خليني اقول لكم انه بعد ماتش الزمالك اللي هيتلعب يوم 8 يوم الجمعه كان مفترض انه يبقى فيه مباراه يوم 15 بين الاهلي وانبي في الدوري العام. النهارده الرابطه رابطه الانديه اختارت بالفعل الجهاز الفني للمنتخب الوطني انه هيتم تاجيل المباراه دي حسب ما كان متفق عليه او حسب رغبه كابتن حسام حسن المدير الفني للجهاز الفني المنتخب المدير الفني لمنتخب مصر اللي كان عنده رغبه في انه معسكر المنتخب يبدا يوم 12 وبالتالي ما يكونش فيه اي مباريات في الدوري العام بعد التاريخ ده، وده اللي يعني استجابت ليه رابطه الانديه وابلغت كابتن حسام طبعا انه طلبات الجهاز الفني باختصار شديد كده اوامر واحنا هنبقى في ظهر المنتخبنا الوطني وداعمين للجهاز الفني، فاي طلبات هيطلبها هيتم الاستجابه ليها، خصوصا انك عندك في مارس بطوله وديه دوره وديه في الامارات ان شاء الله، وبعد كده هيبدا معسكرها يوم 13 وهيكون فيها تونس كرواتيا نيوزيلندا في اطار استعداد المنتخب طبعا اول تجمع تحت قياده كابتن حسام حسن ملوش علاقه قوي بمشوار كاس العالم، يعني ملوش علاقه، انت عندك تصفيات كاس العالم السنه دي هيكون عندك ماتشين في شهر 6 شهر يونيو لسه بدري قوي، هتلعب ماتش مع بوركينا فاسو وماتش مع غينيا، ماتشين مهمين مفيش شك، تصفيات كاس العالم هي الاهم اكيد برضو هي الاهم، لكن بدري قوي على التحضير والاستعدادات لكاس العالم، لكن الاهم بالنسبه للمعسكر ده نمره واحد حاله التواصل، نمره اثنين انك انت توضح طريقه شغلك، تصفي اذا كان في اي حاجات معلقه او اي اشاعات خرجت او كلام اتقال على تولي كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن مسؤوليه الجهاز الفني، تبتدي تشتغل مع اللعيبه بتاعتك اللي انت هتختارها واللي بالمناسبه هيكون من ضمنهم اللعيبه الدوليه هتشارك او المحترفين في الخارج، يعني هم كلهم لعيبه دوليه، لكن اقصد اقول المحترفين في الخارج هينضموا للمعسكر بتاع المنتخب، دي فتره توقف دولي، فبالتالي هيكون مسموح للجهاز الفني انه يستدعي اللعيبه اللي بتلعب بره، فبالتالي يبقى بدايه مرحله جديده، بدايه شغل، فرصه يبتدي يحط فيها كابتن حسام معالم وشكل وطريقه المنتخب ان شاء الله مع توليه المسؤوليه، وبالتالي تاجلت مباراه الاهلي وانبي اللي كان مقرر ليها يوم 15 على ما اعتقد. في جدل كبير جدا جدا في الفتره الاخيره دي مش في مصر يعني في العالم كله على فكره تعديلات قانون كره القدم، واخرها كان البطاقه الزرقاء. ايه قصه البطاقه الزرقاء للاول يعني للناس اللي اول مره بتسمع عنها؟ البطاقه الزرقاء دي كانت اقتراح، عارفين حضراتكم لعبه الهاندبول لما حكام الملعب الهاندبول بيبقى فيه حكمين جوه الملعب، فلما حكم الملعب بيشوف ان في مخالفه تستدعي طرد اللاعب، ما هو ما بيبقاش طرد، هو بيبقى ايقاف، عقوبه ايقاف لمده دقيقتين يلعب فيها الفريق ناقص، وبعد الدقيقتين ما ينتهوا بيبقى ليهم زي كاونتر كده يرجع اللاعب تاني ينزل ويشارك في المباراه. كان في اقتراح انه يتم تطبيق نفس الفكره دي في كره القدم، بدل ما يبقى فيه اصفر واحمر بس لا كمان يبقى فيه ازرق. ايه الازرق ده؟ الازرق ده معناه انه اللاعب ارتكب مخالفه لقانون اللعبه، سواء كانت ليها علاقه بالتعدي على حكم المباراه او مخالفه امام المنافس تستدعي، لا هي تستدعي البطاقه الصفراء ولا هي تستدعي البطاقه الحمراء، هي حاجه بين الاثنين. يعني الانذار اللاعب بياخد الانذار يتأيد ويكمل لعبه عادي جدا، البطاقه الحمراء كارت احمر تفضل مع السلامه، يعني مش بره الماتش بره الملعب كله، لازم تخرج بره حدود الملعب نفسه. طيب ليه لا ما يكونش عندنا حاجه في النص؟ وده كان الاقتراح الخاص بالبطاقه الزرقاء، انه اللاعب يتعرض لعقوبه الايقاف لمده 10 دقائق فقط لا غير، ياخد البطاقه الزرقاء تفضل حضرتك بره الملعب 10 دقائق، وبعد ال 10 دقائق ما ينتهوا يرجع يشارك في المباراه مره ثانيه. طب لو اللاعب خد كارتين زرق في نفس المباراه، او على سبيل المثال خد كارت ازرق وكارت اصفر، كان المقترح انه يتم طرده طرد مباشر، يعامل في الوقت ده كمعامله الكارت الاصفر. النهارده جياني انفانتينو قرر بشكل نهائي انه مفيش تفكير،
ما فيش تفكير أساسا، الفكرة ليست مطروحة للنقاش ولن يتم تطبيقها بأي شكل من الأشكال في البطولات الكبرى، وبالتالي أكد أنه ما فيش تفكير في البطاقة الزرقاء. إيه الاحتمال بقى؟ ده الخبر اللي يمكن اللي بيتابع السوشيال ميديا يكونوا عروق، لكن في تفكير ممكن مش على مستوى الفيفا، لكن في تفكير في أن يكون في بطاقة خضراء. بطاقة خضراء، إيه البطاقة الخضراء دي؟ قصتها إيه؟ البطاقة الخضراء دي أنا بشوفها الحقيقة تعديل لو تم هيفرق بشكل كبير جدا في رياضة كرة القدم للأفضل. البطاقة الخضراء هنا مش عقوبة. لما الحكم يطلع كارت أصفر أو كارت أحمر ده معناه إن في عقوبة إدارية على اللاعب المخالف، أيا كانت العقوبة إيه بقى؟ طرد أو إنذار. والإنذار طبعا اللي ممكن يؤدي إلى إيقاف في حالة تراكم عدد البطاقات. طب إيه الكارت الأخضر ده؟ الكارت الأخضر ده كان اقتراح إنه الحكم يشهره للاعب اللي بيعمل سلوك رياضي يأكد على مفهوم اللعب النظيف، يأكد على مفهوم الفير بلاي، يعني أنت عملت تصرف داخل الملعب مع المنافس مع الجمهور بأي شكل من الأشكال يحسب ليك، ده معناه أنك أنت تاخد كارت أخضر، والكارت الأخضر ده يساهم أنه يعني يحسن من وضع الإنذارات اللي موجودة عندك. يعني أنت لو عندك في رصيدك مثلا كارتين صفر وخدت كارت أخضر، الكارت الأخضر ده يلغي لك واحدة من بطاقات الصفر. ده غير طبعا تعديلات لا حدود لها، الكلام على قانون الاوفسايد، وانه بدل تعرفين انه قانون الاوفسايد ما بيطبقش في نص الملعب، يعني لو اللاعب في موقف تسلل بس في نص ملعبه الكوره اتلعبت له وهو اخر او اقرب لاعب لحارس المرمى، ما فيش بينه وبين خط مرمى الفريق المنافس غير لاعب واحد بس، كان حارس مرمى كان لعيب عادي، بس اللي بيفصله عن خط المرمى لاعب واحد بس يبقى عموما اوفسايد. لكن القاعده دي بتتلغي لو القصه دي في نص ملعب فريقه، مفيش هنا قانون تسلل. كان الاقتراح انه يتم تحريك الخط بتاع خط النص ده لمسافه تانية، او انه يتم اتخاذ خط الصندوق بتاع ال 18 عشان يبدا الاوفسايد من بعده، وبالتالي تتقلل عمليه التسلل ويبقى الكوره فيها ايجابيه اكتر، ويبقى في المباراه عدد اهداف اكتر، زي ما بيتقال انه الاوت الكره ما بتطلع اوت برضو بتتلعب. انا طولت في القصه دي بس هي كلها تعديلات مطروحه وفي النهايه لمصلحه اللعبه طبعا، او الكل بيترحل مصلحه اللعبه فكره انه الكره على خط التماس ما تتلعبش بالايد، تتلعب بالرجل، ده هيخلي اللعبه اسرع والخطوره اكتر، وبالتالي المتعه والاثاره وتسجيل اهداف اكتر واكتر. عندي بس حاجه اخيره قبل ما اختم فقره الاخبار، بما انه المجموعه A والمجموعه دي او المجموعه الاولى والمجموعه الرابعه تم حسمهم بالفعل في بطولة دوري الأبطال، وهي رسالة أكتر منها معلومة أو خبر الحقيقة، وملهاش علاقة بالأسماء. يعني أرجو أنه الكلام بتاعي ما يتخدش على محمل مش منطقي أو مش موضوعي. إحنا المجموعة الأولى عندنا اتحسمت خلاص، النهاردة تعادل بيراميدز مع نواذيبه في القاهرة هنا بنتيجة 2-2، فبالتالي كده الصدارة لمامالدي سان داونز نمرة 2 في مامالدي سان داونز 13 نقطة، نمرة 2 مازيمبي الكونغولي برصيد 10 نقاط، نمرة 3 نواذيبو الموريتاني برصيد 5 نقاط، وبعد التعادل بيراميدز النهاردة على أرضه وصل رصيده الخمس نقاط لكنه تزيل المجموعة. بيراميدز اللي كان مرشح للمنافسة على اللقب، واللي في السنوات الأخيرة بالمناسبة كان إلى حد ما بينافس في الكونفدرالية، خرج متزيل لمجموعته في دوري الأبطال. المجموعة بتاعتنا إحنا عندنا الأهلي في الصدارة برصيد 12 نقطة، يانج أفريكانز في المركز الثاني 8 نقاط، شباب لوزداد في المركز الثالث 8 نقاط، اللي حسم المركزين دول كان المواجهات المباشرة، ثم ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط. وهنا أنا ليا رسالة. ليا رسالة لاصحاب الهيئات كانوا او افراد اللي بيفكروا في يوم من الايام ان هم يستثمروا في كره القدم. والرساله دي ايضا موجهه للقائمين على تنظيم شؤون امورنا الكرويه. انا ما اعرفش ممكن يبقى مين، هل ممكن تبقى القصه عند وزاره الشباب والرياضه، ولا تبقى عند اللجنه الاولمبيه، ولا تبقى عند اتحاد الكوره، ولا تبقى عند رابطه الانديه، ما اعرفش، ولا مع الجهات دي كلها مجتمعه. في كرة القدم كل شيء قابل للبيع، لو معاك فلوس تقدر تشتري كل حاجة، تقدر تشتري نادي، تقدر تشتري لعيبة، تقدر تشتري أجهزة فنية، تقدر تشتري ملعب تلعب عليه، تقدر تشتري لجان إلكترونية،
تقدر تشتري جمهور افتراضي. الشيء الوحيد اللي مش ممكن تشتريه فلوس هو حالة الشغف. حالة الشغف اللي موجودة عند الجمهور الحقيقي. الجمهور اللي مش بيستنى مقابل بل بالعكس بيدفع من جيبه. الجمهور اللي بياخد من وقته ومن همه ومن روحه ومن دمه ومن عقله ومن قلبه عشان يقف في ظهر فرقته مهما كان موقفها ومهما كان إمكانياتها. شغف الجمهور غير قابل للبيع. مش ممكن أبدا تشتري جمهور. وبدون جمهور صدقني صعب جدا 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 إنه التجربة تنجح أو إن البطولة تيجي. النقطة دي أتمنى أنها تتحط في الاعتبار. كلام ما أقصدش بيه حد على الإطلاق، أقسم بالله. يعني إحنا عندنا تجارب استثمارية كتيرة جدا في الدوري المصري، أتمنى أنها تنجح. شفنا نقلات نوعية بتحصل في دوريات كتير جدا بسبب دخول الاستثمار فيها. شفنا أندية بتعمل طفرات على مستوى على كل المستويات، مش بس على المستويات المحلية، على المستويات القارية كمان بعد دخول الناحية الاستثمارية. لكن صدقني أبدا مش ممكن التجربة تكون ناجحة بدون وجود ظهير جماهيري. عشان كده احنا دايما بنقول هنا انه جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد. جمهور النادي الاهلي هو صانع التاريخ وصانع الامجاد وصانع البطولات. الاعتراف ده مش بيتقال هنا على شاشه الاهلي، الاعتراف ده بيتقال من قمم. تولوا المسؤوليه من اساطير لبسوا تيشرت النادي الاهلي، من إدارات مختلفة تعاقبت على تولي إدارة النادي الأهلي، كلهم اعترفوا بأنه جمهور النادي الأهلي هو اللاعب دايما رقم واحد. إذا ما نجحت التجربة مع نادي واحد جماهيري، ثق تماما أنه مستوى الكرة في مصر، أنه مستوى بطولة الدوري هيكون فيه نقلة كلنا متفقين على إحنا بنحلم نشوفها في يوم من الأيام. بعد الفاصل نستقبل نجم الكبير ضيفنا كابتن ماهر همام، ضيف علينا في السادسة، ونفتح معاه كل المحاور والموضوعات. لما بنتكلم على الليجا طبعا بتتكلم على واحد من اهم الدوريات في العالم كله، وطبعا نصيب الاسد لريال مدريد. بس سبحان الله لفت نظري انه ديفيد ألابا يتفوق على الثلاثي لوكا مودريتش وجود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور في قصه الراتب السنوي، ودي بالنسبه لي الحقيقه علامه استفهام كبيره. لكن خد بالك في نقطه مهمه جدا وانت بتتكلم بالذات عن الدوري الاسباني او عموما عن الدوريات الخمسه الكبرى، انه لا هي بقيمه الصفقه ولا بقيمه الراتب، لانه تجارب كتير جدا نجحت وكسرت الدنيا مع انديه لكنها ما اثبتتش وجودها مع انديه ثانيه. يعني ليفاندوفسكي مع البايرن بالتاكيد مختلف عن ليفاندوفسكي مع البارس، ساديو ماني مع ليفربول غير ساديو ماني مع بايرن ميونخ، كوتينيو مع ليفربول غير كوتينيو مع البارسا ومن بعدها بايرن ميونخ. لكن في النهايه ده بيحصل عندنا، مش بالضروره انه اي موهبه او اي امكانيات تقدر انها تتاقلم او تشيل الضغط او تتعود حتى مع طريقه لعب فريق جديد، وده يمكن وارد الحدوث في اوقات كتير وحصل معانا احنا في الاهلي كتير جدا. نرجع لموضوعنا وهي اللي جاي قبل اللي رايح. يعني احنا راح من بعد التوقف عندنا 4 ماتشات، بالنسبه لك قبل مواجهه الزمالك المصري يطمنوك بنسبه كام؟ بالنسبه لمارسيل كولر ازاي بيفكر مع فكره الروتيشن الواسعه جدا اللي حصل في 4 ماتشات اللي فاتوا؟ مدى جاهزيه لاعبتنا، سيناريو مباراه الزمالك، تدعيمات الزمالك في الميركاتو الشتوي، كل ده مطروح طبعا مع النجم الكبير كابتن ماهر همام ضيفنا النهارده في السادسه اللي بقى له كتير غايب علينا. وبجد وحشنا جدا حبيبي كابتن ماهر. ما اقدرش اغيب عنك تعالى. والله بجد مستمتع جدا، انا شخصيا بستمتع جدا حبيبي. والكلام حبيبي مع كابتن ماهر، شوفوا بقى يعني احنا حتى في الدقيقتين ثلاثه اللي قبل ما نطلع الهوا تسمع فلو كده واسترسال من الذكريات الجميله والكلام الحلو عن كل نجوم الكوره في مصر مش بس نجوم النادي الاهلي. مع كابتن ماهر همام، مساء الخير حبيبي يا كابتن ماهر. مساء النور. كنا بنتكلم على اهلا بيك على اساطير لسه قبل الهوا على طول. كابتن ماهر يعني كابتن حسن شحاته، كابتن علي خليل، كابتن مسعد نور. انت كنت جايب يعني ارقام حاجه تخض بصراحه. يعني لعيبه طبعا على اعلى مستوى وارقام طبعا يعني فعلا ارقام قويه جدا. ويمكن انا كنت بكلمك قبل ما التقرير الجميل ده يظهر، قلت لك في نجوم في جيلنا يعني تساوي لو كانوا بيلعبوا دلوقتي يا كابتن ماهر. كنت بتشوف انه شكل الكره في مصر اتغير، قدره اللعيبه دي انها بتلعب. اكيد الكره اختلفت من فتره بتاعتكم لغايه النهارده، على الاحتراف، على ان هم يلعبوا في انديه كبيره، كانت ممكن تبقى مختلفه عن الوقت الوضع الحالي. والله احمد كانت هتفرق وهتزود
القضيه بشكل كبير. يعني عايز اقول لك ان النجوم اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل ما نطلع قول لنا كده عشان الناس ما سمعتش. يعني طبعا على راسهم الكابتن محمود الخطيب هداف افريقيا طبعا والعالم العربي طبعًا. كابتن علي خليل اسرع مهاجم. كابتن علي خليل انا اتقال لي عليه كلام دلوقتي حاجه يعني. كمان من الحاجات القويه جدا اللي كانت بتهد الافارقه عنده سرعات وعنده قوه. انتوا الافارقه على جيلكم اعتقد اصعب بكتير جدا من دلوقتي. اصعب بكتير جدا في الاجسام والمهاره. كانش في احتراف افريقي قوي زي دلوقتي يعني. كان لسه الاحتراف بقى لسه يعني الاحتراف لسه الاحتراف هو يمكن الاحتراف بعد يمكن 87 88 بدا كله بقى يطلع على يطلع على طول يعني. كابتن حسن شحاته كان جوكر كمان من الجواكر اللي كانت بتلعب في مصر وخارج مصر بنفس الاسلوب وبنفس الثقه وبنفس الاداء. باك رايت تلاقيه مساك تلاقيه كابتن حسن شحاته لعب باك رايت. لا والله والله حارس مرمى تلاقيه نص ملعب مهاجم مهاجم حاجه. مسعد نور رحمه الله عليه الله كمان بدك من كابتن نجم النادي المصري طبعا. بصراحه يعني كنا بنتكلم على ان كل فرقه من الفرقه ديت يا احمد كان عندها 6-7 لعيبه دوليين. يعني المنصوره مثلا كان فيها 6-7 لعيبه دوليين. لا المنصوره بقى مش مش من دلوقتي يعني مش من بدايه. انا شفت جيل عبد الظاهر ووليد صلاح وتامر بجات وعمرو زكي ده الجيل اللي شفت فيه المنصوره. لا قبلها شفت المنصوره ولا بعدها شفت حاجة المنصوره حاجة حاجة لكن حاجة قبل كده زمان كان المنصوره طبعًا. فرقه الترسانه كمان كنت رسمها كابتن شاذ كابتن مصطفى رياض طبعا ومحمود عوض برضه كان من المهاجمين الاسمر لكن تحسه. عباس فخري رافت مكي حسن علي يعني كان في الحلقه اللي فاتت مع الكابتن مصطفى عبده كان حسن علي حاجه جميله يعني حارس من الحراس العظام يعني والله. يمكن اربط ده معاك يا كابتن ماهر بـ 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 باخر جمله او اخر نقطه ناقشتها او طرحتها يعني ومش عارف يعني ممكن تشترك معايا في رايي واسمع وجهه نظرك. فكره انه التجارب الاستثماريه في مصر يعني انا كنت بقول انه النهارده القدرات الاقتصاديه او القدرات الماليه بقت في العالم كله زي ما شفنا تقرير ريال مدريد دلوقتي بالظبط. نتكلم على حجم انفاق رهيب طبعا لكن بقول انه كل حاجه في كره القدم ممكن شرائها يعني ممكن تشتري نادي من بابه ممكن تشتري فريق كامل نجوم لعيبه ممكن تشتري جهاز فني تعاقد معاه سنتين ثلاثه يكون عنده مشروع ممكن تشتري ملعب على اعلى مستوى تلعب عليه ممكن تشتري جمهور او صفحات على السوشيال ميديا لكن الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن تشتريها هو الشغف العشق الانتماء اللي عند جمهور الكرة بجد وده اللي يمكن ما أثر شوية على شكل الدوري بتاعنا. في تجارب استثمارية كتير جدا لكن أغلبها ملهوش ظهير جماهيري لما بتيجي في, 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 في تحديات أو في بطولات مستواها يعني عالي شوية ما بتقدرش تحقق نجاح زي مثلا ما الأهلي والزمالك والإسماعيلي حتى المقاولين بالزبط. يمكن حتى المقاولين رغم انه يعتبر نادي شركه لكن في النهايه صاحب مشوار طويل في النجاحات وليه تاريخ كبير جدا في افريقيا. ما هو زي ما تشرفت كده احمد الضلع الاهم اللي هو جمهور اللي بيخدم الانديه الشعبيه اللي بيساند الانديه الشعبيه اللي عامل حلاوه واداء كره القدم داخل ملعبه. فاحنا اتحرمنا الفتره اللي فاتت من الضلع ده الجماهير العظيمه المثقفه خصوصا الاجيال دي يا احمد مثقفه وعندها وعي بشكل كبير جدا وعندها حب للشعار ومسانده بشكل كبير يعني وعلى راسها طبعا جمهور النادي الاهلي العظيم يعني احنا مهما اتكلمنا عنه جمهور فعلا يعني فحر معانا تاريخنا وانجازاتنا وبطولاتنا ومساندته لينا ووعيه المثقف بشكل كبير. طبعا يلي بقى طبعا جماهير الزمالك المصري الاسماعيلي الانديه الشعبيه دي نتمنى ان يرجع ترسانه على ايام ما كنت بتلعبوا كان ليها جمهور برضك عندها جمهور المنصوره ليها جمهور كل الانديه الشعبيه كان عندها جماهير واعيه جدا وبتساند بشكل كبير جدا فرقها وساهمت يعني المحله خدت بطوله الدوري بسبب جمهورها. المقاولين العرب حتى كمان كان لسه الوافد اللي كان لسه طالع شركه بالنسبه لنا ما عندهاش جماهير لكن كان في جماهير بتساندها بشكل كبير وقدروا انه ياخدوا الدوري مرتين وافريقيا يمكن مرتين. فدي من الاسماعيلي لو نفتكر انجلبير اول بطوله افريقيه 69 70 مظبوط كابتن علي بجريشه وسيد عبد الرازق وميمي درويش وحسن درويش يعني كان نخبه
من لاعبي نادي الاسماعيلي اللي هم اول بطوله افريقيه بياخدها النادي الاسماعيلي، وكان هنا في القاهره في استاد القاهره، كان 130,000. مظبوط. احنا كنا لسه صغيرين، كانت ايام التذكره بخمس ساق يعني. ف رحت حضرت المباراه العظيمه دي 3-1 الاسماعيلي. حاجه يعني حاجه جميله. فنتمنى ان شاء الله. الانجليزي اللي هو مازيمبي دلوقتي. بالظبط. مازيمبي. نتمنى ان يعني الفتره دي ان الجماهير بقى يعني تعود مره ثانيه. انت كمان عايز، انت حتى لو يعني لو فتحت الباب للجماهير، ما عندكش غير 6-7 انديه في الدوري كله. بالزبط. انديه جماهيريه. يعني هل في طريقه، يعني هل في حد مسؤول الاول يعيد نظر في القصه دي، انك بنشجع الاستثمار ويهمنا انه القدرات الاقتصاديه والماليه الكبيره الضخمه، انت بتتكلم على انديه السنه دي ميزانياتها ممكن تكون بتتفوق على ميزانيات الاهلي والزمالك، صح ولا غلط؟ بالظبط. يعني في الميركاتو لما تيجي تقيم عدد حجم الانفاق بتاع بعض الانديه المصريه على الميركاتو بتاعها، او القيمه التسويقيه حتى للسكواد بتاعها، او الاجور اللي بتتاخد للاجهزه الفنيه، هتقلها هتلاقيها ما تقلش، يعني ممكن تبقى قريبه في بعض الاحوال، ممكن تتخطى ميزانيات الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك. مظبوط ولا بالزبط. لا؟ بالظبط. لكن المردود ايه؟ هو ده السؤال. فكنت بطرح انه هل ممكن يبقى في لائحه او في قانون او في حاجه منظمه لفكره ضخ الاستثمارات؟ ما احنا بنشوف الانديه الانجليزيه كلها انديه استثماريه النهارده، لكن في نفس الوقت كلها قدروا يحافظوا على شخصيه الانديه، يحافظوا على جماهيريه الانديه، وبالتالي الدوري ككل بقى دوري ناجح بصرف النظر مين بيكسب باللقب ومين بينافس ومين بيصارع على الهبوط، لكن البطوله نفسها بقى ليها شكل مختلف تماما كابتن ماهر. بالظبط. وان شاء الله الفتره اللي جايه احنا بنتطور، والحاله الاقتصاديه الحمد لله رب العالمين بالنسبه لمصر بدا يحصل تطوير بشكل كبير فيها، فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان التطوير ده يعم بقى على منظومه كره القدم في حتة زي ما انت تفضلت يا احمد، يبقى عندنا سكود جميل يعني. نرجع ترسانة، نرجع منصورة، يعني ده رهان المستثمر طبعًا. هنا رهان المستثمر نفسه على الأندية الشعبية قد يؤدي في النهاية إلى نتائج مختلفة عن النتائج اللي احنا بنشوفها في السنوات الأخيرة في الدوري المصري. بالضبط. وطبعا عودة الأسماء الكبيرة دي يعني هتدي تقل للدوري المصري، وهتعمل بطولات وإنجازات بشكل كبير، وده انا عندي احساس ان شاء الله وبتنبأ كده ان المستقبل اللي جاي هيبقى للانديه الشعبيه بشكل مرة كبير تانية. يعني نتمنى كده. اتمنى رايك في مش عايز اتكلم ماتش امبارح بس الحقيقه، يعني ماتش امبارح ممكن لو بنبص له من بعيد او من فوق قوي، واحد من اربع محطات كان الاهلي بيستعد فيها للاصعب. الاهلي كان قريب جدا من حسم بطاقه تاهل لدور الثمانيه في بطوله افريقيا. الاهلي محليا البلديه ما كانش بالنسبه له يعني تشالنج كبير او ماتش صعب. لعب اربع ماتشات منهم اثنين خارج ارضه في غانا وفي الجزائر، حقق نتيجه على مستوى النتائج كانت مرضيه جدا، 3 فوز تعادل وحيد مع شباب لوزداد. كل ده ممكن الجمهور يبقى شايفه انه في اطار واحد استعاده الفورمه اللي كانت قبل التوقف، اثنين التحضير لمباراه نهائي كاس مصر. لاي مدى نجح كولر ونجح فرقه الاهلي في تحقيق الاهداف دي من وجهه نظرك؟ هو شقين يا احمد. الشق الاولاني في توقف الكوره اكتر من 34 يوم اثر بشكل كبير جدا طبعا على النادي الاهلي، وتملي التوقف بياثر على النادي الاهلي، بيبعده يعني. النادي الاهلي نهى كاس العالم للانديه المركز الثالث، ثم بطوله السوبر، وبدا تحس ان احنا وصلنا للفورمه. بالظبط كده. فجاء التوقف بتاع منتخب القومي، طبعا ده يعني نداء وطني صعب جدا ان النادي الاهلي يتخلى عنه، لكن لاعبتنا راحوا مع المنتخب، حصل حته الاخفاق نفسيا، تاثروا بعدوا عننا شويه. مستر كولر عمل معسكر في الامارات بعض اللعيبه اللي موجوده معاه عشان تجهز، وهو برضك راجل فكر يعني، قال لك احتمال الظروف ما تساعدنيش مع لعيبه المنتخب ان هم يجوا برضك مصابين نفسيا، هاخد وقت عبال ما ابدا اضمهم للمجموعه، اركز على المجموعه اللي موجوده. ودي بتبقى سياسه النادي الاهلي لطويله المدى، يعني احنا طول عمرنا باصين لقدام مش تحت رجلينا يعني. لا، ووضحت في اختيارات كولر للتشكيل في الماتشات اللي لعبناها. بالزبط. يعني تقريبا لعب كل ماتش من الماتشات الاربعه بتشكيله مختلفه. واحنا يمكن مع بعض يا احمد اتكلمنا على ان الخريطه القرويه الفنيه لمستر كولر
اكتملت بشكل كبير جدا. يعني الحمد لله رب العالمين احنا عندنا في كل مكان ثلاث لعيبه. الاول كنا بنتكلم على اثنين لعيبه بينافسوا بعض، دلوقتي بقى في ثلاثه. يعني في اماكن زي حراسه المرمى مثلا، يعني عندنا الشناوي ومصطفى اللي احنا برضك عايزين نتكلم عنه. طبعا مصطفى، لا في لعيبه كتير عايزك تتكلم عليها بصراحه. يعني في النهارده عندنا ثلاث حراس مرمى واعدين، شناوي طبعا ربنا اربعه بقى كابتن، اربعه زنكولوني وزنفولي، زنفولي ومعاه حمزه ومصطفى مخلوف وشوبير بالظبط. فالنهارده حراسه المرمى كمان بدات تدي لك ثقه وتطمنك بشكل كبير. يعني كانت ناس ممكن تبقى قلقانه بعد شيء بعد اصابه الشناوي، لكن احنا كنا بنتكلم في خلال استودياتنا هنا بالنسبه عندك يا احمد او الاستوديو التحليلي ان احنا عندنا حراس واعدين فمش هنقلق، ومنهم مصطفى شوبير. وشفنا التجارب اللي خدها، يعني هو خد نهائي افريقيا قدام الوداد، خد كاس الرابطه، يعني بقت رجليه موجوده، محتاج بقى الاستمراريه دي. مصطفى شوبير انا شايفه ان هو كان رجل الثلاث مباريات اللي فاتوا يا احمد، يعني رجل المباراه في الثلاث مباريات اللي فاتوا مصطفى شوبير، لان فعلا قدر يحمي مرماه وينقذ بعض الفرص كانت ممكن تغير من شكل ونتائج المباريات السابقه. لكن الحمد لله رب العالمين فورمته وثباته الانفعالي ويقظته وتحركاته تحت ثلاث خشبات والثقه اللي واخدها قدرت الحمد لله يعني تقدر تفرق معانا في الثلاث مباريات دول. افضل ماتش في الماتشات الاربعه من وجهه نظرك؟ والله الثلاثه الاخر دول اللي هم بالنسبه له نجم بشكل كبير جدا. لا بتكلم على اداء الفرقه بشكل عام، يعني افضل كره الاهلي لعبها. حصل طبعا. يعني شوف عايز اقول لك البلديه كانت يعني بدايه بقى بدايه الفورمه الرياضيه للنادي الاهلي وصلت، رغم انه التشكيله دي تقريبا كانت بتلعب 70 80% منهم بيلعبوا اول مره جنب بعض بالظبط، ومع هذا الناس ادت بشكل كبير جدا. خمس اهداف في بدايه عودتك بقى من فتره طويله، الناس اتفرجت على خمس اهداف استمتعت بشكل كبير. وانا كنت بطالب يا احمد ان اللعيبه دي عندها من المهاره وعندها من الذكاء وعندها من الوعي، مهم جدا جدا ان احنا نشوفه داخل ملعبنا. ليه بقى؟ في حاجات كده بلغه الكوره عايزه تطلع الاهات بتاعت الجماهير. فالنهارده احنا عندنا مهارات موجوده في التيم بشكل كبير جدا، من خط الظهر لحد الجانب الهجومي او التلت الهجومي بشكل كبير. ففي بعض الجمل التكتيكيه منها الهدف بتاع امبارح، يعني الجمله التكتيكيه اللي اتعملت معلول مع الشحات دي لما بتتكرر مرتين ثلاثه في الشوط بتمثل خطوره جدا جدا على الفرق الافريقيه اللي بهذا الشكل، اللي معظمها بيبقى عندها مشاكل في خط الظهر في المساحات اللي ورا. كمان من ضمن الحاجات كمان اللي احنا بردك المهاره الباص الطولي يا احمد، ودي كمان النادي الاهلي بدا يعملها، رامي بيقدر يعملها، محمد عبد المنعم بيقدر يعملها بالظبط، امام بيعملها، ودي شفناها يمكن في كاس الامم الافريقيه. طب تعالى نبص على كوليكشن اهداف كده احنا مجهزينه كابتن ماهر نستمتع بيه، بس نروح لفاصل ونرجع نشوف مع بعض. تتفق او تختلف على بعض التفاصيل انا معاك، وانا يا سيدي كمان مختلف مع بعض التفاصيل. تقول في تغييرات في توقيت مش مناسب في بدايه سكواد او بدايه اختيار تشكيل اساسي، في واحد او اتنين كانوا ممكن يقعدوا وفي لعيب بياخد فرصه زياده عن لعيب، كل دي تفاصيل نتفق او نختلف فيها كجمهور. لكن صاحب الحق الاصيل في الاختيار والقرار وصاحب المسؤوليه الوحيد هو الجهاز الفني، لكن اللي ما نختلفش عليه هي فكرة إنه كولر نجح الحقيقة على مدار مشواره مع الأهلي، وبصرف النظر والله عن الألقاب والبطولات، وبصرف النظر عن مستوى المنافسة، بتلاعب بلدية المحلة أو بتلاعب اتحاد جدة أو بتلاعب أوراوا ريدز أو بتلاعب الوداد المغربي، ماليش علاقة بالمنافس. لكن الراجل ده الثابت فيه إنه الحقيقة في ظل الظروف الصعبة أو الظروف الكويسة قادر يوصل بالأهلي للهدف والنتيجة اللي هو عايزها. ويمكن أنا لما استعرض مع حضراتكم مباراة الاهلي على مستوى افريقيا بس، يكفي ان انا اقول لك ان الاهلي لعب 16 مباراه في بطوله دوري الابطال السنه اللي فاتت، والسنه دي لم يتعرض فيهم لخساره واحده ايا كانت الظروف، فتره توقف، فتره اصابات، ابتعاد عن المستوى، ايا كانت الظروف لم يتلقى الاهلي مع مارسيل كولر خساره واحده. قبل الفاصل كنت بتكلم مع كابتن ماهر على طريقه لعب الاهلي وازاي مستر مارسيل كولر عمل عمليه التدوير وازاي طور في طريقه اللعب اللي ظهر بيها الاهلي بشكل كبير في الماتشات الاربعه الاخيره.
تعالى يا كابتن ماهر كده نبص على مجموعه الاهداف اللي سجلها الاهلي، ورغم ان احنا متفقين انه الاهلي مش في افضل حالاته، او على الاقل متفقين انه طبعا كره طوليه ده هدف الاول في البلديه. رامي الهدف الاولاني، رامي رامي اتكلمنا على المهاره، المهاره اللي من خلفه، والمهاره عامه كانت بتبقى من نص الملعب. مزبوط. النهارده بقى خط الظهر. ايوه، يعني واضح ان في تعليمات بالذات الماتش ده، وضح ان في تعليمات من كولر ان يبقى في تحركات طولية معينه، ونزول من اجنحه الاهلي والمهاجمين، وباصات طوليه من المدافعين من خط الخلف. ودي جمله استجدت علينا يا احمد السنه دي بعد التوقف. بعد التوقف فدي بتحسب برضك للمدير الفني مستر كولر. أي. اللي انا شايف ان عنده شفافيه وعداله بشكل كبير جدا في التوزيع. أي. بالنسبه لادوار اللعيبه، يعني شفنا رامي. وبعدين ويحسب برضه لوسام الحقيقه، وسام لان وسام الحمد لله رب العالمين من الصفقات رايك فيه يا كابتن ماهر؟ هايل صراحه. يعني جسمانيا قوه وسرعه، مهاره، تصويبات، ذكاء، تحرك. انا شايف ان وسام مكسب كبير جدا للنادي الاهلي وفي اسرع وقت. وبعدين المباراه دي كمان يا احمد يعني عارف تقدر تقول كرة علي معلول، علي معلول طبعا طوليه برضه، رضا سليم، ورضا بينزلها لتحت، جون هنا من عند قفشه طبعا، قفشه ما وفقش فيها. وبعدين كريم ده بياكد لك كمان ان الكثافه العدديه اللي موجوده جوه ال 18 لاعب واثنين وثلاثه، وده جمال الهدف ان اللعيبه عندها الرغبه رايحه في توقيت صحيح. الباص من علي معلول برضك مدافع. ايوه باص طويل زي امبارح برضو. الجمله اللي عملها مع حسين الشحات. فدي من ضمن الحاجات اللي مستر كولر اضافها للجمل التكتيكيه للنادي الاهلي، الباصات الطويله القاتله في ظهر الخصم اذا كان المحلي او الافريقي. وطبعا عندنا من الامكانيات كمان السرعه. سرعه رضا برضك من ضمن السرعات، وبعدين بينزلها لتحت اللي جاي. يعني عدت وسام وبعدين لقت قفشه، هو تحرك وسام هنا كمان فضى مساحه كبيره لقفشه وكريم من وراه بالظبط، يعني سحبته للمدافع هنا خلقت مساحه كبيره جدا بعرض الجول. طبعا هو راح يا احمد على امل انها هتنزل له يقدر يحطها. ايوه، فدي من ضمن الجمل اللي بيتضربوا عليها. هو سبقها بس شويه. يعني وسام عدت وسام لقت قفشه طبعا ضربت في المدافعين، لكن فرصه فيها ثلاث احتمالات بالظبط. وسام ممكن يسجل، واحد قفشه ممكن يسجل، اتنين كريم ثلاثه، كريم ثلاثه. فدي صحيح. من ضمن الجمل التكتيكيه اللي فعلا لعيبه النادي الاهلي بدات يتقنوها بشكل كبير جدا. وفي التلت الاخير وبدايه الهجمه من خلق المساحه صحيح. اللي بيتحرك فيها المهاجم وبيضرب بيها التكتل الدفاعي. شوف باستولي برضو ده برضو امام لرضا وبعدين تفنيشه رضا طبعا. هو باس اسيست رائع من امام، حاجة وتفنيشه رائعه من رضا، حاجه جميله بصراحة. التحرك بتاع رضا وخلق المساحه، وبعدين هي واحده. أيوة. خلاص التصويبه رغم ان الزاويه صعبت عليه شويه يعني جداً. يعني اتقفلت شويه، لكن من ذكائه برضك قاعد منحطها في الزاويه الضيقه. يعني ما حطهاش في الزاويه البعيده. اضمن طبعا امام عاشور الباص الجميل، وبعدين طبعا رضا بتصويبه في الزاويه الضيقه. ايوه، هدف كمان من الاهداف الجميله. رضا جاب كام في الميه من مستواه كابتن ماهر من بعد الاصابه؟ والله رضا عشان لعيب ذكي ولعيب سريع ولعيب مهاري، فانا شايف رضا في اي وقت يا احمد هتديله هيصنع لك الفارق بصراحه. يعني خصوصا من اللعيبه المؤثره بشكل كبير جدا. امام كمان من اللعيبه اللي احنا كسبناها بشكل صفقه جيده بشكل كبير جدا. انا بتهيالي لعيبه امبارح، انا مش عايز اجي للزمالك دلوقتي، بس امبارح وانا بتفرج على اللعيبه كنت حاسس انه كله بيلعب وبيفكر مين هيضمن مكان اساسي في ماتش الزمالك. احنا ما شاء الله حته الاساسي والاحتياطي بقى عندنا زي ما قلت لك يا احمد. بس كل اللعيبه نفسها تلعب في بدايه كلامي يعني. عندنا ثلاث لعيبه بينافسوا بعض في كل مكان، بس هم الثلاث لعيبه في كل مركز عايزين يلعبوا ماتش الزمالك. طبعًا. انت شخصيا وانت بتلعب بالنسبه لك كنت مستني ماتش الزمالك؟ كنت بعملها بحياتي، يعني ماتش الزمالك ده يا احمد هو فيه توفيق من عند ربنا. انا بالنسبه لي كانت يعني من احلى المباريات اللي بعملها في حياتي. ليه؟ لانك انت طبعا يوم غير عادي، عيد. بتقابل خصم طبعا قوي وفي عنده لعيبه دوليين، لعيبه على اعلى مستوى، علي خليل، حسن شحاته، فاروق جعفر، طه بصري، جماهير هنا 25000، هنا 25000، الاستاد مليان، مصر كلها قاعده بتتفرج، مصر كلها الساعه 3 بقى كانت وقتها يوم الجمعه. أي. الناس بقى
بتتغدى وتقعد بقى ايه يعني ماتش الاهلي والزمالك تقضي مباراه جميله وفي نفس الوقت كمان مباراه ممتعه فنيا وتكتيكيا. الناس كانت بتستنى، انا فاكر وانا صغير يا كابتن ماهر الناس كانت بتستنى الماتش ده قبلها باسبوع بالظبط، يعني حضر. كله قاعد بيحضر هتعمل وهتتفرج فين وهتتلم مع مين، عيله ولا اصحاب ولا في النادي، يعني بالزبط. يبقى جو بصراحه افتقدناه شويه يا كابتن ماهر. طبعا، وبعدين الجماهير بتطلع بقى يروح على القهاوي بقى وبتاع ويفضلوا يتكلموا على المباراه على المباراه طول 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 الاسبوع زي ما قلت احمد. وفي نفس الوقت كمان مفيش مباراه اهلي وزمالك يمكن على مدار 11 سنه لعبتهم ما طلعتش بمستوى اكتر من جيد. ايوه مفيش حاجه فيهم طلعت متوسطه او ضعيفه، لا كلهم يعني على اعلى مستوى وكلهم اهداف هدف هنا وهدف هنا، فرصه هنا فرصه هنا. لا مودست لا التحرك مودست. التحرك برضك ممكن نعيد الجون ده تاني لو سمحت. والباص كمان من قفشه حطها له في السكه، يعني قفشه استلم ما استناش بقى وهو اتحرك من اول ما قفشه اتحرك سرق المدافع. انت كنت بتتكلم يا احمد قبل ما نطلع بتتكلم على العلاقه اللي بين اللعيبه وبين بعض، يعني يعني انت ذكرت اللعيبه اول مره تلعب وظهرت بالمظهر ده. يعني اول مره تلعب في 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 خطوط مثلا زي مثلا عمر كمال اول مره يلعب صحيح، لكن ظهر انه متجانس مع اللعيبه، انه يعرفهم بقاله فتره، انه بيلعب معاهم بقاله فتره. فده بيرجع لذكاء لعيبه النادي الاهلي الجدد والقدام، ان الكيمياء معاهم واضحه قوي، ان في تجانس برؤيه وبشكل وبنظره على التحرك. يعني شوف قفشه ما استناش هو استلم وعدل، مودست كمان ساعده خلق له المساحه اللي بين الاثنين قلبي الدفاع فحطها له في السكه الفاضيه، طبعا استلم وبعدين لف وبعدين حطها بشكل جيد. جات له واحده استنى سهل عليها، جات له واحده سهله اسهل من دي امبارح بس ما وفقش فيها. فظروف المباراه ظروف المباراه يا احمد لما بتفتح هيبقى الفرص سهله، لكن لما بتبقى ضيقه بيبقى يعني بيبقى برضك فيها توفيق وعدم توفيق لبعض المهاجمين. لكن في الاول والاخر معظم ولادنا في التبت الهجومي بقوا مرعبين، بقوا يسببوا مشاكل على اي خط ظهر مهما كان. أيوة. لان عندهم من القوه والسرعه والمهاره وخلق المساحه والذكاء واحراز الاهداف المتنوعه برجله الاثنين بدماغه، اسيست واحد ضد واحد، 1 2 دبل باس. يعني النهارده بقى عندنا حلول بشكل كبير جدا في التبت الهجومي. ده ياخدني معاك شويه لتفكير كولر في مواجهه الزمالك. بس قبل ما نروح لمواجهه الزمالك مجهزين كده ارقام على مارسيل كولر في خلال سنتين والراجل ملوش اي سابقه اعمال في افريقيا، يعني لا تولى تدريب انديه افريقيه او منتخبات افريقيه، اول سنه ليه حقق نجاحات كبيره جدا وفاز وحقق لقب دوري الابطال. لكن لما اجي ابص الارقام اخر 16 مباراه تحديدا من اخر جولتين في دور المجموعات السنه اللي فاتت كابتن ماهر، وانت عارف ان الموقف بتاع الاهلي حسابيا او رقميا كان صعب، فبالتالي هم كانوا ماتشين مهمين جدا وما يقبلوش الاسم على اثنين. كان القطن الكاميروني بره الاهلي كسب 4-0، الهلال السوداني هنا في القاهره الاهلي كسب 3-0، بعد كده الاهلي والرجاء هنا في القاهره 2-0، الرجاء الاهلي والرجاء في المغرب في كازابلانكا تعادل 0-0، ثم الترجي التونسي في قبل النهائي الاهلي بيكسب في تونس 3-0 ويرجع ياكد المكسب هنا 1-0، ثم الاهلي والوداد المغربي في النهائي 2-1 للاهلي في القاهره وتعادل مع الوداد هدف عبد المنعم الشهير طبعا، قضيه ثانيه في كازابلانكا 1-1، ثم بدايه الموسم ده سان جورج الاثيوبي ذهاب وعوده 3-0 و4-0، ثم بعد كده يبدا دور المجموعات الاهلي بيفوز في البدايه على ميدياما 3-0 في القاهره، ويانج افريكانز تعادل في تنزانيا، وشباب لوزداد تعادل في القاهره، ثم شباب لوزداد تعادل في الجزائر، ثم ميدياما الغاني فوز خارج الارض 1-0، ومباراه امبارح على ارضنا 1-0. 16 مباراه الاهلي لعبهم في دوري الابطال، منهم فرق كبيره جدا ومنهم فرق ابطال قاره افريقيا، لم يتعرض لخساره ولا مره، بل بالعكس انه في 8 ماتشات خارج الارض قدر يحقق مع مارسيل كولر 4 مكسب و4 تعادل. قرايتك للارقام دي ازاي؟ وقرايتك لتطور مارسيل كولر افريقيا مع الاهلي؟ انا شايف ان احنا محظوظين بصراحه من بدايه توليه مستر كولر هذه المهمة. كلنا تبشرنا فعلا ان الراجل ده هو بتاع المرحله دي، يعني مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب
كان عندهم حس ووعي بشكل كبير جدا ان هم يختاروا الراجل ده للمرحله دي. انت عارف يا احمد كل مرحله بيبقى ليها رجالتها. كولر هو بتاع المرحله دي، هو بتاع الجيل ده. زي مثلا ايامنا احنا مثلا كان هدوكوتي سبع سنين، وبعدين جه فايسا عمل نقله رهيبه الالماني، وبعدين جوزيه، وبعدين جوزيه. فالنهارده رغم ان هم مش على مستوى الاسماء، يعني 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 في اسماء مديرين فنيين كتير كبار جم الاهلي، مارتينيول مثلا واحد من اهم الاسماء على مستوى اوروبا مثلا او على مستوى انجلترا، جيت على مسؤوليه، لكن ما تقدرش تقول انه التجربه كانت ناجحه زي هيديكوتي او زي فايتسا او زي مانويل جوزي. وموسيماني لازم يتحط مع الاسماء. وموسيماني يعني بصراحه كمان من ضمن المدربين اللي جم عملوا بصمه للنادي الاهلي بشكل كبير في اوقات كنا محتاجينه فيها. فالنهارده الجيل ده انا شايفه جيل محظوظ مع كولر، يعني الاثنين مكملين لبعض، كولر بفكره وبشغله وادائه، وبعدين الراجل كمان عنده الجانب النفسي يا احمد، بيتعامل بشكل احترافي كبير جدا. تبص يعني شوف النهارده اللقطه جايبه مع الشناوي بيطمن عليه، واخد بالك، وشوف برنامجه وحالته. تصريحاته امبارح عن الشناوي حقيقه برضو اعتقد في المؤتمر كانت مهمه جدا. لا بالظبط. فالراجل العامل النفسي مدخل كل اللعيبه في الحته دي بشكل كبير جدا، وكمان يا احمد انعكست على اوضه اللبس. الحمد لله رب العالمين ما عندناش مشاكل في اوضه اللبس، كل الناس ملتزمه، كل الناس حابه، كل الناس عايزه تلعب، كل الناس عايزه تحقق، كل الناس عايزه تكسب. فبقى في روح ثانيه خلقها الراجل ده وجهازه الفني بصراحه. يعني النهارده بتنعكس 16 مباراه صعب قوي قوي بالارقام دي وبالاسماء الكبيره دي والفرق المصنفه دي. صحيح، صعب قوي 16 مباراة يعني بدون هزيمة. بدون هزيمة يعني، وكمان حصل تطوير في الفرق الأفريقية بشكل كبير السنة دي عن السنوات اللي قبل كده. فالنهارده الراجل بصراحة بيعمل إنجاز ليه، وطبعا النادي الأهلي يعني طول عمره صاحب إنجازات. يعني محدش يقول لك 16 ماتش فرق سهلة، خلينا نقول بس إنه الهلال السوداني بالتأكيد فريق مش سهل، الرجاء المغربي فريق بطل، الترجي التونسي فريق بطل، الوداد المغربي كلهم أبطال فريق بطل. بصراحة يعني احنا بنتكلم يعني على ماتشات كلها مع فرق كبيره. وفرق ليها باع وليها تاريخ وليها جماهير خارج الارض والجزات. قدام في تونس طبعًا وفي الجزائر وفي غانا، وكنا بنعاني منها. صحيح، انك انت تكسب خارج ملعبك دي كان بيبقى فيها شيء صعب. كل مره نقول ايه، لو كسبنا خير وبركه، ما كسبناش خد تعادل بس ما نخسرش. فكانت لا، غير برضك المفاهيم دي. صحيح، ان لا، والنادي الاهلي بقيمته بكلمه اللعيبه وتاريخ النادي الاهلي، لا لازم خارج الارض، لازم انا كمان اخدك لماتش الزمالك. رايك في الزمالك بشكله الجديد بالميركاتو الشتوي بالاداره او الجهاز الفني الجديد بقياده جوميز، وازاي هتكون المواجهه بين مارسيل كولر وجوميز المدير الفني للزمالك؟ لكن اسمع راي كابتن ماهر مع حضراتكم ونخش في الملف المهم بعد الفاصل. بالتأكيد من بعد اللحظة اللي انتهت فيها مباراة يانج أفريكانز تحول تفكير مارسيل كولر بشكل كبير جدا لماذا أو كيف سيواجه الأهلي نادي الزمالك في نهائي الكاس، وإزاي الحقيقة يحاول يقرأ الزمالك في ثوبه الجديد. هنتكلم طبعا على مجموعة تدعيمات استهدفت بشكل كبير لعيبة في يوم من الأيام كانت بتلعب في النادي الأهلي، لكن بالنهاية بالتأكيد طبعا مش ده كان المقصود. أكيد الإدارة اتحركت على أساس إنها تشوف احتياجات الفريق، اللعيبة أو العناصر اللي ممكن تمثل إضافة في التوقيت ده، وخصوصا طبعا أنتوا عارفين إنه كان في وقف قيد، قدر الزمالك يعمل عدد صفقات مش قليل، وقدر في نفس الوقت يعني يتعاقد مع جهاز فني جديد خلفا لمعتمد جمال، مع إن كابتن معتمد الحقيقة كان عامل شغل كويس مطرق. لكن في جميع الأحوال في مواجهة منتظرة غير مواجهه الاهلي والزمالك بين كولر وبين جوميز. واحد طبعا، ازاي بتشوف الميركاتو بتاع الزمالك؟ ازاي تشوف التدعيمات اللي عملها في الميركاتو الشتوي وحجم الاضافه؟ وهل ممكن تمثل اضافه من وجهه نظر كابتن ماهر على قوه نادي الزمالك في المباراه اللي جايه، ولا لسه بدري الحكم على الصفقات دي وعلى السجل؟ اولا عايز احيي مجلس اداره الفرقتين الاهلي والزمالك على الزياره الجميله اللي قام بيها كابتن محمود الخطيب للنادي الزمالك. اتاخرت شويه لكن جت في وقتها. بصراحه يعني دي بتجمع الشمل مره ثانيه، واللي احنا كنا عايشين عليه من ايامنا احنا بقى، ومن ايام كمان يمكن كابتن صالح واجيالنا القديمه، كانت العلاقه اللي بين مجلس اداره الاهلي. انا ما شفتش في اي فتره من الفترات
على الرغم ان يمكن اوقاتكم كانت المنافسه اقوى من دلوقتي قوي يعني أوي. يعني 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 دلوقتي الاهلي تقريبا مسيطر بالطول والعرض فمفيش حده منافسه قويه قوي زي ايامكم ايامكم كان الدنيا قريبه قطبين قطبين يعني تات راس براس قريب. فالمنافسه كانت شديده جدا ورغم من المنافسه الشديده دي ما شفتش في اي فتره من فترات انه العلاقه كانت متوتره باي شكل. عارف احنا كمان لو جيبوا اللقطات القديمه تلاقي مثلا جماهيرين قاعدين مع بعض يعني في المباريات الافريقيه مثلا الاهلي بيلعب تلاقي علم الزمالك موجود الزمالك بيلعب تلاقي علم الاهلي موجود يعني كان الحب المتبادل في منافسه في منافسه وحتى الجماهير مع بعض كده يعني كانت بالالفاظ احنا بنحب ده لكن عمرها ما خرجت على النص إطار. في ضرب ولا تخبيط او لا الحمد لله 400 فالزياره دي طبعا انا شايف ان كانت يعني عوده الروح مره تانية فكان يهمنا جدا ان القطبين يرجعوا مره تانية لان هم يعني اساس كره القدم في مصر وهم لا وكمان مهم لانه لاول مره بطوله الكاس بتتلعب بره مصر عند يعني عند اشقاء في السعوديه طبعا الاشقاء السعوديين فمهم جدا كوره وغير كوره اللقاء يظهر بصوره لان احنا كمان عايزين نسيب بقى طبعا بصمه وعايزين نسيب طبعا. شكل واداء زي ما عملناه في الامارات اول سوبر اتعمل في الامارات كان جماهير الاهلي عامله ازاي جماهير الزمالك عامله ازاي الاسره الاهلاويه الاسره الزمالكاويه وحتى جماهير مش عايز افكر اصدقنا في السعوديه يعني لكن حتى في ماتش الاهلي واتحاد جده شفنا برضو الجماهير الاهلاويه حاجة جميلة بشكل رائع وده هنسيب انطباع جميل جدا على تاريخ القطبين في ادائهم وشكلهم واللي يكسب هنقول له مبروك واللي هيخسر نقول له هارد لك المهم يبقى يوم جميل يوم عيد بالنسبه لنا احنا كفه الاهلي فنيا اعلى بصراحه يعني خليني اسالك بقى في الحته دي دايما وانا قلت ده في المقدمه الاهلي طول عمره والزمالك في ماتشاتهم ما لهمش علاقه او يعني مستوى المباراه او نتيجه المباراه او تفوق واحد من الفرقتين على الثاني ما لهوش علاقه بما قبل يعني ممكن الزمالك يبقى في احسن حالاته والاهلي ما يطمنش فتلاقي الاهلي بيقدم جيم عالمي بالزبط. ويكسب المباراه ليه دايما بيقولوا على الماتش ده انه ملوش مقدمات ومحدش يقدر يقرا تفاصيله ما هو محدش بيقدر يتنبا في القمه بالذات زي ما انت تفضلت يا احمد بيحصل مفاجآت النهارده مثلا الاهلي في حالته وبقى له 3 4 ماتشات وبعدين تلاقي مثلا والزمالك لسه بيبتدي في ماتش انت كنت نازل الملعب او الفرقه نازله بتاعتك الملعب كابتن ماهر كنتوا مطمنين انكم هتكسبوا فلقيتوا الماتش صعب بره حصل ماتش احنا حصل طرد لشيف عبد المنعم والزمالك كسب احمد الحليم وعبد الرحيم محمد رحمه الله عليه احنا كنا كاملين فول تيم وطبعا كنا في حاله فنيه على اعلى مستوى الطرد اثر علينا بشكل كبير جدا طوال المباراه يعني الطرد كان بدري يعني كان يمكن اول ربع ساعه حاجه زي كده يعني لكن في اوقات يا احمد احنا بنتفوق في حته المجهود المبذول حته الروح القتاليه العاليه حته روح الفانيلا الزمالك عنده بيبقى عنده فنيات ومهاره يعني نجوم ذكرناها نجوم يعني ليها باع كبير جدا لكن احنا كنا عشان تيم ورك ولعبنا لعب جماعي وعندنا جمل تكتيكيه وعندنا خطوط متكامله وقريبه وبعدين الروح يعني تملي النادي الاهلي في المباريات دي الروح بتطلع 100% ودي بيبقى مؤثر بشكل كبير جدا على نتيجه المباراه انت بتبدا تبص كده لا النادي الاهلي من اول دقيقه لا بيشترك في كل كوره لا تطمن بقى بلغه الكوره بقى يعني انت وانت قاعد كده النادي الاهلي بدا المباراه في روح وقتال وبياخد في اول كوره وبيشترك وبيقطع لا يبقى النادي الاهلي جاي النادي الاهلي هيبقى ظروفه افضل فاحنا تملي بنتفوق في الحته دي عن نادي الزمالك طبعا التعاقدات الجديده لنادي الزمالك لعيبه يعني طبعا اختيرت على النقص في الاماكن اللي موجوده وانا شايف انه لعيبه مبشره جهاز فني جديد يعني انا شايف انه في لعيبه كتير قوي في من ناحيه المراكز بما انك اتكلمت عن مراكز شبه بعض يعني ناصر ماهر بالظبط عبد الله السعيد ممكن احط عليهم كمان احمد حمدي ممكن الثلاثه وشيكابالا معاهم وشيكابالا طبعا وماما معاهم يعني في حوالي 3 4 5 بيلعبوا في مكان واحد بالظبط كده فدي برضك من ضمن الحاجات ساعات بتفرق لما يبقى منهم 2 او 3 موجودين داخل الملعب بيقدروا يظبطوا الملعب لما تحب يظبط الملعب من ناحيه التسليم والتسلم
لو في اوقات بتبقى عبء قدام الاهلي ليه ما عندهمش دور دفاعي يا احمد. ودي بقى مع النادي الاهلي بتفرق بشكل كبير. لو نادي الزمالك ما بيدافعش صح هيقابل صعوبات على النادي الاهلي. متعود ثلاث خطوطه لما بيدافع من قدام الخط الاولاني ثم نص الملعب ثم خط الدفاع. في اوقات بقى بيبقى لا الناس بتراهن على النادي الاهلي يعني زي مثلا مجموعه مانو جوزيه بركات وبتريكا. لا النهارده الاهلي هيكسب يعني الناس عارفه. لا هو ما كانتش الناس بتقول كده يا كابتن. الناس كانت بتقول النهارده الاهلي هيكسب كام بالظبط كده. النهارده الاهلي هيكسب كام. في اوقات فعلا الناس بتراهن على السكواد الجميل اللي موجود. فلعبتنا يعني ان شاء الله باذن الله انا شايف اليوم ده بس يوم يكون ربنا موفقهم فيه هتتفرج على جيم يعني ان شاء الله هيسيبوا بصمه في المملكه العربيه السعوديه بان النادي الاهلي طبعا من الفرق اللي بتلعب خارج ملعبها وداخل ملعبها باداء واحد بتنظيم واحد باهداف واحده. مستر كولر طبعا الفتره ديت كلها بيقعد يفكر اتفرج على الزمالك في المباراه اذا كانت افريقيه او هو السؤال هنا مع القياده الفنيه الجديده للزمالك هل تقدر تدرس او تقرا طريقه اللعب اللي ممكن يعني لو الجهاز الفني مثلا كابتن معتمد هو اللي كان مكمل كنت هتقدر تقرا كمدير فني كجهاز فني وانت بتدرس المنافس ومحلل اداء ومدرب المساعد هتقدر تقرا السيناريو اللي ممكن او التشكيله والعناصر اللي ممكن يعتمد عليها المدير الفني بتاع نادي الزمالك. كان هنا بتكلم على مدير فني جديد يبدو كمان هو شويه عنده فكر مختلف او طريقه مختلفه اعتماده على عناصر معينه ممكن شويه يبقى مش كتاب مفتوح. اكيد هو حاطط اعتبار او عامل اعتبار لانه بيقابل الاهلي واكيد الاسهل له من مارسيل كولر هو اسهل بالنسبه له انه يذاكر النادي الاهلي كويس جدا. هشوف ماتشاته في كاس العالم هشوف ماتشاته في دوري ابطال هشوف ماتشاته في الدوري. المواجهه الفنيه شايفها ازاي؟ يعني مين عنده يعني جانب المخاطره اكتر مين عنده الدوافع اكتر وخصوصا انها مباراه ببطوله ما هيش مباراه في الدوري على ثلاث نقط. الدوافع الاكتر هتبقى للنادي الاهلي لان النادي الاهلي عايز يكسب عشان بطوله تتحسب لمستر كولر من بدايه الموسم الجديد. هم عندهم تحليل اداء عن طريق احمد مجدي هو الوحيد اللي موجود اللي ما مشيش يعني معتمد يمكن مشي رحل. احمد مجدي اكيد طبعا هيقول للراجل قراءه فنيه على النادي الاهلي بالنسبة للأفراد بالنسبة لجمعيات اللعب بالنسبة لطريقة اللعب بالنسبة للجمل التكتيكية. طبعا التنظيم الدفاعي مهم جدا جدا للفرقتين في المباراة دي. يعني اللي هيحافظ على خطوطه التلاتة في التنظيم الدفاعي وهيقرب من بعض وهيحاول ان هو يمنع الاختراقات او يمنع الجمل التكتيكية او المهارة الفردية يعني بتديله شيء من الثقة. الاعتماد على الكونتر اتاك يعني الزمالك مش هيقدر يباخت النادي الاهلي او مش هيقدر يضغط على النادي الاهلي من قدام هيعتمد على الكونتر اتاك. يعني لو انا عايز العب صح مع النادي الاهلي هيبقى اعتمادي على الكونتر اتاك التحولات. لكن عشان اضغط على النادي الاهلي اكثر مخاطره كبيره مخاطره. النادي الاهلي فت النادي الاهلي جاهز النادي الاهلي يهمه يكسب هذه البطوله يؤدي اداء مميز. الحمد لله احنا بالنسبه لنا خطوطنا اكتملت. احنا النهارده بنتكلم على لو قلنا تشكيل فرقتين في, في, في 11 قاعدين بره يعني المباراه اللي فاتت في 11 موجودين على الدكه ما شاء الله يعني كل واحد فيهم يعني يشيل فرقه. فدي برضك من ضمن الحاجات الصعوبات اللي هيقابلها نادي الزمالك ودي فايده من فوائد التدوير اللي كنا بنتكلم عليها. العناصر كلها النهارده انت مطمن عليها بالظبط حتى اللي كان بعيد او رجع من اصابه او ما كانش فيت او فورمته مش عاليه اعتقد انه الاربع ماتشات دول النهارده وده سؤالي اللي جاي هل شايف انه ملامح التشكيل الاساسي في دماغ مارسيل كولر لو بيفكر فيها النهارده محسومه ولا لسه شويه لسه في بعض المراكز ممكن يكون فيها كلام؟ لا هتبقى محسومه يا احمد لان انت انت برضك مهم قوي في المباراه ديت عايز اللعيبه اللي عندها خبرات اللي لعبت اهلي وزمالك قبل كده اللي رجليها واخده اللي رجليها موجوده في الملعب. يعني مثلا لو احنا اتكلمنا على مصطفى شوبير في عندنا محمد هاني محمد عبد المنعم رامي علي معلول مروان كوكا لو ان شاء الله باذن الله سليم امام عاشور تاو
ووسام والشحات. لا قول لي ثلاثي خط النص تاني كده يا كابتن. النص امام نص الملعب هيبقى امام وكوكا ومروان ولا السوليه مروان ولا قفشه. لا هيبقى هي الحيره دايما في الحته دي على فكره. يعني انا بشوف انه حتى الجمهور بيحتار دايما هو في خط النص بتاع الاهلي. ممكن يبقى مروان وامام وقدامه قفشه. مروان وامام وقدامه قفشه. على اساس انك انت بدك عايز صانع العاب يعني يقدر يلعب الثلاثه اللي قدام. وتختار تاو والشحات والشحات ووسام. يعني ده اقرب الـ 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 الشكل اللي ممكن يبدا بيه مستر كولر، على اساس ان دول لعبوا قبل كده مباراه الاهلي والزمالك اكتر من 6-7 مرات. فبيبقى عندهم الخبرات وعندهم الاجواء وعندهم الثقه وعندهم الثبات الانفعالي. لو انت في تشكيله الاهلي مين اللعيب اللي تعمل له حساب في تشكيله الزمالك دلوقتي يا كابتن ماهر؟ انت اكيد كنت بتدرس يعني اي فرقه بتلعبها. هو برضك عنده مفاتيح كويسه، عنده شيكابالا، عنده اوباما، عنده اكزيري، عنده زيزو. عنده زيزو. عنده لعيبه، عنده فتوح. فعنده برضك من اللعيبه اللي يعني مفاتيح لعب ولعيبه لها ثقل ولعيبه بتأدي بشكل جيد مع نادي الزمالك، بيعتمد عليهم طبعا المدير الفني بشكل كبير. فلو عندك 5-6 لعيبه كويسين ممكن يشيلوا لك الفرقه ان شاء الله باذن الله. تكون حظوظنا في الملعب، يكون يومنا نمره واحد، يكون التوفيق حالفنا، تاكيد ثقتنا الاهم طبعا انه الكره او المباراه دي تسيب يعني انطباع حقيقي عن كره القدم المصريه وعن مستوى القوه، لان احنا للاسف الشديد جدا دخلنا في مقارنات كتير جدا في الفترات الاخيره، ما كانش فيه غير الاهلي بس هو اللي بيرد نيابه عن كره القدم المصريه. نتمنى انها تكون مباراه حلوه ومباراه تليق باسمين كبيرين زي الاهلي والزمالك، ونتمنى ان شاء الله الاهلي يحرز لقب جديد يضاف الى دولاب بطولات. اشكرك كابتن ماهر. شكرا كابتن احمد، نورتنا جدا ونسعد بيك دايما، وان شاء الله لقائنا اللي جاي نكون بنحتفل ان شاء الله باذن الله ببطوله الكاس ونفتح ملف دوري الابطال مره ثانيه. بشكر حضراتكم على المتابعه، تحياتي لكم.